الصهد بدون تكريم لفعاليات نسائية كان لهن الفضل الكبير في إرساء وتدعيم دورة المرأة في جميع المجالات. ديمقراطي وتشاركي ويكون الانخراط فيها حرا. وتتميز الأنشطة عن غيرها بمحور الغايات الاجتماعية والمجتمعية، التنمية المستدامة، التشغيل، التجارة العادلة، محاربة الفقر والإقصاء في مقاصدها، وبكون علاقات التضامن بين الأعضاء تكتسب صبغة الأولوية على حساب المصلحة الفردية أو الكسب المادي. وتتميز مؤسسات الاقتصاد التضامني بإعطاء الأولوية للأشخاص عوض إعطائها لرأس المال في عملية بناء القرار، صوت لكل عضو. شكرا لك الأخ مصطفى. أنا اليوم جد فخورة بنفسي وجد فخورة بنفسي بعدها بأنني تحديت هذا المرض وكنبغي نشكر المجلس البلدي على هذه الالتفاتة الجميلة داروا في حق ديالي كامرأة مصابة بمرض السرطان. وكنبغي نشكر النائبة الرئيس زهرة فرحاني، وكنبغي نقول لجميع النساء كل عام وهما بخير، وجميع النساء المريضات بمرض السرطان، السرطان راه ما كيقتلش، وان شاء الله حنا جميع على هذا المرض حتى ما يبقى زيرو، كما درنا زيرو متشرد زيرو مريض بسرطان ان شاء الله. احتفال مزيان، داروا التفاته مزيانه الفعاليات المجتمع المدني والجمعيات، الحمد لله داك الشيء كان في المستوى من المجلس البلدي، كان داك الشيء مزيان. الاحتفال كان رائع، وراك شفتي اربع ايام من السبعه والاحتفال حتى نهار الاحد ان شاء الله. يعني كنبغي نشكره من هذا المنبر، شكرا ليهم بزاف. نبغي نوجه نداء للنساء بصفه عامه والناس اللي مرضوا واللي صحاح، كنقول لهم يديروا الكشف المبكر راه مزيان، اكتشفوا ديروا الكشف المبكر بحالي انا باش تشافوا. الشفاء كاين 100%، ولكن غير الانسان خصو شويه القوه والعزيمه باش المرض تقضي عليه. الكشف المبكر مهم في المرحله الاولى ديال المرض السرطان، مهم الكشف المبكر. البيت المراه لولا هذه الحركات النسائيه بقاو وربات البيوت، يعني مقوقعات في البيت، يعني عين الغسيل المعان الصبين هذه كيف ما هو متعارف عليه. بصراحه هاد النساء هادو كيستحقوا يعني تشجيع، وحنا يدينا مع يديهم. باش ما ندخلش في التفاصيل، هي لولا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي علنا عليها سيدنا، وبهذه المناسبه الغاليه نحيوا القائد الامه جلالة الملك محمد السادس، الشفاء العاجل، والله يحفظه لنا وينصرو، لان نصر المرأة يعني تبدلوا بزاف ديال الحوايج. السيدة المغربية ولا المرأة المغربية في الماضي، ماشي هي دابا. كل الحب منا والوفاء والاحترام كفضيل، حيث لا طعم للدنيا بدون المرأة بكل مواقعها وصفاتها، ونبارك لها عيدها وندعو لها بالمزيد من التألق والعطاء والتقدم. اليوم العالمي للمرأة ماشي هو عام، هو عمر، مع أولاد، مع زوج، مع عائلة، مع دولة، مع كيان المرأة. لا ماشي كنشرفوا هذا المرأة بكل شريف والتقدير والاحترام، فلكم جميع التقدير.